كتير proud ومن بهرة من الديزاينرز ومن الحضور ومن الرياكشن تبع الناس ومن كمية الناس اللي حضرت ومن النجاح العظيم اللي حققه جوردن فاشن ويك للمصمم المحلي ولبلدنا. أكيد يعني بقدر أقول لك إنه اليوم أكيد إحنا حطينا على الخارطة. أنا بأكد لك إنه اليوم كل حدا عم بيحكي عن الأردن وعن جوردن فاشن ويك. رح أتذكر المصممين المحليين اللي قبل جوردن فاشن ويك كانت تصميماتهم مش بهاي القوة، وقدي جوردن فاشن ويك قواهم وأعطاهم الكونفيدنس. وأكيد المودلز إحنا مزبوط اشتغلنا وتعبنا، بس شفت قديش we empowered so many of them الكونفيدنس اللي أعطناهم إياهم. We empowered a lot of people. أنا هذا هو أكتر إشي، هذا هو نجاحي. لما عم بتطلع قدي كل حدا they came together، قدي كل حدا تعاون مع بعض، قدي البلد وقفت مع بعض، كل التي في ستيشنز، كل الراديو ستيشنز، كل الانفلونسرز، actually not all the influencers, most of the influencers, بس التيم اللي عندي قدي they are passionate about it. But I think Jordan came together to make this happen. Without Jordan كل حدا مع بعض ما كان زبط. جوردن فاشن ويك هو عبارة عن منصة بلشت في كتير إشياء مخططة. يعني أنا بالنسبة لي كان التنظيم كبير، بس كان ترتيب الأفكار لإيش بدي نعمل هي بسيطة. I've been there, I've done it. الترتيب كتير أعظم، والتخطيط للديزاينرز ولحتى all the creatives الموجودين بالأردن كتير أكبر من هيك. There's a council coming. رح نحل لهم مشاكلهم، رح نحمي لهم علاماتهم التجارية، رح نساعدهم بكل المشاكل اللي هني عم بيواجهوها بمساعدة البلد وبمساعدة هيئات رسمية موجودة بالبلد وبمساعدة شركائنا اللي هني علامات تجارية قادرة إنها تساعد هاي البلاتفورم والمصممين. احنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الحدث الكبير اللي كنا عم نغطيه واللي هو جوردن فاشن ويك. بدي اعرف شو رايكم بس انتم اليوم صبايا، يعني احنا غطينا اليومين تعبنا بس كان التعب حلو لانه شفنا اشياء جدا رائعه. ايش رايك ايا؟ انا صراحه كثير 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 حبيت اليوم ومبارح. والمفضل تبعي اليوم كان فادي زومت. الاستخدام المواد والقمايش اللي استخدمها، يعني مين بيفكر انه فاشن ديزاينر رح يعمل كولابوريشن مع محل بخص البدنج او السراير والفرشات؟ واو. ريتشموند هيك هو، فهو عمل كولابوريشن مع ريتشموند لهي الكولكشن. انا هيك عندي سؤال صغير. اللي ما بفهم انه هدول عن جد ما بيلتبسوا بس هو فن، شو بتردي عليه؟ لانه فعلا انا كثير قدرت الفن والابداع اللي موجود بالتصاميم. كثير زعمت فادي كثير عمل بريزنس حلوه، صح حضوره كان حلو والابداع ما بيخلص. صح انا شفت حبيت. الناس وقفوا له كمان، يعني شفت كثير ناس وقفوا وهيك متحمسين، كل حدا كان متحمس على القطعه كثير. وقفوا له كثير كمان. انا شخصيا بحس انه احنا كثير عندنا تالنت حلوه بالوطن العربي، وكثير كمان بنعمل اشياء سهرات. يعني عندنا لي صعب، زهير مراد، من احسن الديزاينرز وانترناشونال كمان صاروا بطلوا. صح. بس بالوطن العربي حلو انه نشوف شيء غير، حلو نشوف ريدي تو وير، حلو نشوف اشياء فن ملبوس. اكيد ممكن ما نلبس هاي القطعه ونطلع فيها، بس حلو تشوف فيه الابداع والكرياتيفيتي اللي بتفوت بهذا الشيء. الماتيريال بالمره مش سهل انك تشتغلي فيه. وذا فاكت انه هو عمل منه فساتين وعمل منه اشياء تلبس وتنزل على الرنوي كثير كانت حلوه، وحبيت كيف ترجم هاي الماتيريال. صح. انا حابه بس الفت نظر. صح 100%. انا بدي الفت نظر الناس على انه الجاكيت، الكبوت، الكوت اللي لبسته لازم آية قصة. هذا شغل آية يا جماعه، هذا كان بلا كمام زي ما فهمنا امبارح بالليل، صار مع كمام. صح. اليوم اي ساعه؟ 8 كملت خياطه خلصت واجيت لاخر وهله، كنت عم بحاول اختار اوتفيتس ثانيه ما كنت متاكده اذا حختار. كثير برافو عليك. ثانك يو. حبيت تفرجينا اياها هيك من جوا كيف مدخله لون الاخضر بطريقه كثير رايقه. لا ابدعت جدا، كانت شغل عليها. انا كثير حبيت العرض تبع لين شوكليت لانه
يعني حبيت انه في كذا ديزاينر يشتغل على الموضوع وكل واحد عنده انسبيريشن من نوع الشوكليت نفسها، فيعني هذا لقيته شغل كثير حلو. ايش رايكم في هذا الموضوع؟ انا حسيت لانكم جعتوا اللينت جعنا طبعا اللينت او عرض اللينت اللي شفناه عامل كان يعني مستحيل تطلع اي مكان تاني، لانه اولا متعلق بشوكولاته هذا يعني مفروض عشقنا. منه عشقنا طبعا. ثاني شيء حسيت انه كل حدا حط البصمه تبعته بالديزاينات تبعته، فانت كل ما شخص موديل جديد او عارض جديد يطلع بدك تركزي، بدك تشوفي، بدك تلاحقي شو اللي عم بتشوفيه وتستوعبي الفستان وطبعا تحبيه صح. فكان صعب ان ما نحب اي الالوان. تعرف ايش اللي حبيته بنص اكثر شيء؟ انه مع انه كل لوك كان من ديزاينر مختلف بالاخير الكولكشن بس طلعوا كلهم مع بعض ركب. حسيتي انه عم يركبوا مع بعض صح. كثير حلو انه كم مخ اشتغل على نفس الشيء وكم كرييتيف، كم حدا مبدع اشتغل على نفس الشيء وطلع فستان وبالاخير طلعوا كلهم نفس الروح زي ما عم تحكي لورين. حبيت كمان رشا عودي بس حطت كان الفليفر تبعها سي سولت، كيف عملت البحر كله هيك بالرفلز كانه رشا عودي رائع. وكان في قطع صغيره زي زي الملح كانه حصى زي كانه بس احنا امبارح كمان حتى زرنا البوث تبع رشا عودي كثير لفتني البوث تبعها، ما يعني الماتيريال اللي عم تستعملها ما بتصدقي كيف اشتغلتهم، كثير حلو شغلها. ايش الماتيريالز اللي استعملتهم اير حكت لنا عنهم؟ صراحه استخدمت من اشياء عملت شيء انه ريسايكلينج، استخدمت ماتيريالز ممكن ما تفكري انه الخريسه تبعت الجلي الحبال استخدمت كثير اشياء غريبه يعني حكت لنا شرحت لنا الموضوع كان كثير شفتي. بتعرفوا شو فاجأني كثير ما عدا العروض اللي شفناها اللي هلا اذا قعدنا نحكي عنها ما بنخلص، حبيت المعرض يلي فوق الطابق الثاني صح. شفنا ناس عاملين ديزاين او مجموعتهم الاولى بس ابدا ما بتحسي انها مجموعه الاولى، بتحسي انه صار لهم سنوات عم يشتغلوا صح. مش اماتشرز بالمره زي ضيفنا اللي استضفناه رعد جمعاني فظيعه. استغربت وكثير انبهرت انه هاي اول كولكشن له وهيك طلعت بهذا الليفل اوف كواليتي وقد ايه يعني محترف اللي عم يشتغل على هذا الشيء. صراحه بنشكر اكيد نرجع نشكر شيرين رفاعي لهذا الايفنت لانه جد هدول الناس كانوا بيستحقوا هاي البلاتفورم، بيستحقوا الناس يشوفوا الديزاين تاعتهم. حبيت انه كان في كفرج انترناشونال كمان كثير هذا الشيء يعني كتير. انا كمان حابه احكي انه انا يعني اي واز هابلي سربرايز زي ما بقولوا يعني انا تفاجات كثير طريقه حلوه قديش انه مش بس هيك انه اول موسم من جوردن فاشن ويك هالقد كان ناجح ضخم ضخم وناجح رائع 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 قديش منظم قديش مرتب فيعطوهم الف عافيه اكيد كمان أكيد. بعدين قديش سهل تعملي حدث على مدى ساعتين او ثلاثه، هون الموضوع على مدى يومين كاملين صح. عرفتي كيف؟ وما صار في ما بتحسي صار في اي خلل باي لحظه صح. على مدى هاي اليومين فعن جد ترفع لها القبعه، كل اللي تعب وكل اللي كان قايم على هذا المشروع يعطيه الف عافيه فعلا. وباجماع جد يعني باجماع كل حدا سال عن الايفنت حكى نفس الكومنت، ما بنصدق انه هاي اول مره بينعمل هذا الشيء. حتى الاجانب حكوا هيك، احنا دائما بنهتم بالاجانب شو بيحكوا يعني بون هذا الشيء اكثر. المصممين اللي صح. من برا كانوا كلهم أكيد. نفس وجهة يعني النظر حتى تغطية السوشيال ميديا اللي كانت من الجميع كانت هائلة. خيالية يعني هائلة. الأشياء وصلت لكل بلاد وطن العربي يعني في ناس حتى من بيروت عم يبعثوري إنه أوف جوردن فاشن ويك وكذا صح. فعم نشوف شغل المصممين وشغلهم كلهم كان كتير حلو، حتى من الناس كتير حبيت شغلها حابة أذكرها زينب كسواني كان شغلها كتير حلو معروفة هي يعني لها سنين بتشتغل كمان استضفناها معنا كمان استضفناها بيت كتير كمان قديش تعرف عرفنا على ناس بتحضر لك صراحة هذا أحلى إشي كان كثير حلو قد حلو بس نشوف هدول الناس على الواقع تحسي إنه جد الناس عم يحضروا صح والناس حابة البرنامج وحابة المادة اللي عم نقدمها فهذا حكي إحنا كمان مثيرنا كثير يعني أنا صراحة جد بتشرف كثير انبسطت إنه عن جد المصممين الأردنيين اللي عنا هيك بيطلع رفعوا راسنا رفعوا راسنا وجد بيطلع منهم شغل إنه بيكون كتير قريب على الانترناشنال اذا ما بدنا نحكي اذا حتى زيه كتير حتى الناس اللي من برا وانترناشنالز مش بس عرب كتير انبهروا بالشغل كتير حسوا الليفل تاعته كتير عاليه حتى انا جد بشرف بهدول الديزاينرز شو حتى ايش آية حتى عارضين الازياء يعني في منهم كانوا انترناشنال نصهم اردنيين ازياء اردنيين معظمهم اكشلي بس ثلاثه كانوا انترناشنال بالضبط بس ثلاثه من الصبايا
فهذا حكي يعني مبهر، يعني بمشوا وما احلاه والثقه اللي عندهم اياها، بتحسيهم بروفيشنالز لهم سنين شغالين. صح، فهذا كمان فخر لنا، يعني كانت زي ما بيقولوا اكسبيرينس متكامله من جميع الجهات، من ناحيه الديزاينرز مصممين، من ناحيه عارضين الازياء، من ناحيه فعلا. التنظيم فيعطيهم الف عافيه اكيد. صح؟ ويعطيكم انتم الف عافيه، صرنا يومين عم نغطي الايفنت تعبنا بس كان ورثت كثير، كان حلو صراحه، انا انبسطت معكم واحنا انبسطنا كثير مع بعض وانا كثير مبسوطه انه احنا غطينا هذا الايفنت مع بعض كمان. أكيد. وكمان نوجه كمان تحيه كبيره لرزان، رزان اليوم مش معنا، كانت معنا امبارح.